الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، نحييكم من جديد مع انطلاقة أخرى من انطلاقاتنا الصباحية ضمن هذا الكرنفال وهذا المهرجان، مهرجان المؤسس الذي نتابع مشاهدي الكرام فعالياته في صباح هذا اليوم من هنا من هذا الموقع من ميدان الشحانية لسباقات الهجن، ميدان التحدي الذي يستقطب كل الأخوة المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية لسباقات الهجن. أعلن مشاهدينا الكرام وانطلق في هذه الأثناء الشوط العاشر من مجموعة أشواطنا الصباحية، شوط يحمل لنا منافسات الأبكار مع سن الحقايق. مسافتنا هي 4 كيلومترات. نبدأ مشاهدينا الأعزاء لنتابع مسار هذا الشوط بجديده إلى خط النهاية، ونبدأ مع مقدمة الشوط. هذه مزون على المركز الأول والصدارة، الفهد بن حسين بن محمد آل جرح بالمري اللي قدم لنا مزون، يقدم لنا شعاره في هذا الشوط منطلقا بالمركز الأول والصدارة، بينما النقلة إلى ثاني المراكز لنتابع على مستوى المركز الثاني. الوصول يأتي في هذه اللحظات، والتقدم أيضا من نجوى اللي خذت المركز الثاني، تعود ملكيتها لعبد الله بن صالح بن سالم بن زمات المري. نقلتنا إلى المركز الثالث لنتابع ثالث المراكز، أو هناك نتابع ميمنة الميدان، تقدم من حلف لسعد بن صالح بن سالم النابت المري اللي غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط. ناخذ اللي في المركز الثالث، أتابع الوصول مشاهدين الكرام، والتقدم أيضا من براقة لجبر بن فيصل بن جبر الرمزان النعيمي، نقله إلى المركز الرابع. في رابع المراكز مشاهدين الكرام، أتابع التقدم أيضا في هذه اللحظة والوصول مشاهدين الكرام من القادمة في هذه اللحظات. يا سلام على الجشمة اللي وصلت في هذه اللحظات لسلمان بن سعيد بن حمد المري، وفي المركز الخامس على المركز الخامس بروق وصلت في هذه اللحظات خميس بن محمد بن عويضة المريخي. هذه نتيجتنا مع الخمس المراكز والأسباق قادمة. الشعارات بدأت تندفع مشاهدينا الأعزاء، إثارة وتحدي كبير على أرضية الميدان. ما شاء الله، شوف الشعارات القادمة، شوف الشعارات القادمة والأسماء الواصلة في هذا التحدي. سهيل جارف من سنة الحقائق ينطلق بين جنبات هذا الميدان، عودة إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة والبداية. هذه حلف مشاهدينا الكرام تنطلق بالمركز الأول، هذه حلف على صدارة هذا الشوط. متزعم المسيرة بشعار سعد بن صالح بن سالم النابت المري اللي قدم لنا حلف على مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني اللي في ثاني المراكز وتابع أيضا التقدم الجميل من الجشمة اللي لسلمان بن سعيد بن حمد الغسل المري، وفي المركز الثالث الله يا سلام على الاندفاع والتحرك من نجوى عبد الله بن صالح بن سالم ابن زمات، ولكن الخطر قادم، التحدي من عمق الميدان. أو أوان 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 تصل في هذه اللحظات، اسم والأروع يصل هنا، حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي قادم، ولكن نجومية قادمة. الله 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 الله، وصلت في هذه اللحظات، وصلت غصابة، وصلت غصابة بنجومية كبيرة. عبد المحسن بن سالم بن جابر المري، الأجواء النهائية من عمر الشوط، عودة إلى مقدمة التحدي، عودة إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام على دال كبير من حلفة، حلف حلف حلف، انطلقت حلف، أبدعت حلف، اندفعت نحو الناموس، نحو الانتصار، نحو الفوز وتحقيق هذه النقطة الصباحية لسعد بن صالح بن سالم المر اللي قدم حلف، والخطر قادم، الخطر قادم. يا سلام على التحرك الممتاز أيضا من غصابة، غصابة بنجومية رائعة على المركز الثاني لعبد المحسن بن سالم بن جابر المري، ولكن البداية مقدمة الشوط، حلف لا زالت على الصدارة، وغصابة قادمة، غصابة قادمة. الله الله على أداء الممتاز
جبران. يلا يا بن جبران اللي قدم لنا تحدياته في هذا الصباح وفي هذا المهرجان وفي هذا التحدي. غصابة 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 انتزعت المركز الأول، انتزعت الناموس، انتزعت السلامات. مشكور مشكور يا بن جبران اللي قدم لنا نجومية والأروع في هذا الصباح، وهذه غصابة تصل إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. تهانينا لعبد المحسب سالم الجابر الجربوعي المري، بينما في المركز الثاني وصلت حلف لي سعد بن صالح بن سالم النوبة المري، وفي المركز الثالث كان الوصول مشاهدين الكرام للجشمة لسلمان بن سعيد بن حمد المري، وفي المركز الرابع وصلت الكايدة لهادي بن محمد بن ناصر البريد المري، وفي المركز الخامس كان الوصول للحذرة لسالم بن محمد بن عبد الله الفهيدة المري. هذه نتيجتها لحظة الإعادة لنتابع من خلالها التوقيت الزمني لحظة وصول غصابة إلى خط النهاية محقق الفوز والناموس والانتصار. ما شاء الله لحظات الإعادة، وهذه مشاهدينا الكرام غصابة تصل إلى خط النهاية وتوقيتها الزمني 6 دقائق و7 ثواني 9 من الأجزاء من الثانية هو توقيت غصابة من 4 كيلومتر. تهانينا لعبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوع المري على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني وصلت حلف وتوقيتها 6 دقائق و8 ثواني 50 جزءا من الثانية. التهنئة والناموس لسعد بن صالح بن سالم النابت المري على فوز حلف بالمركز الثاني وثالث المراكز. المركز الثالث من وصلت على ثالث المراكز، المركز الثالث الكايدة وتوقيتها الزمني 6 دقائق و13 ثانية 30 جزء من الثانية. التهنئة لهادي بن محمد بن ناصر آل بريد المري.